ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل طاجن باميه باللحمه الضاني. احنا شطار في عمايله قوي على فكره، وبنتنافس فيه في العائله ما بين الاسر وبعضيها يعني. والله البعض يحط له طماطم، البعض يقلل الطماطم، معجون طماطم، ولكن بتحصل بعض المشاكل الصحيه مع طاجن الباميه، الطماطم بتبقى مسبكه. احنا اتعلمنا من الشيف المغازي اضافه معلقه سكر للطماطم عشان نتخلص من الحموضه. مقادير طاجن باميه باللحمه الضاني من قلب المطبخ المصري على الشاشه. باميه كبيره صغيره، مش هو ده الموضوع، اللي هي الويكه يعني، دي مشهوره طبعا في الصعيد الجميل اللي بوجه له تحيه كبيره. معانا لحم كندوز او ضاني، اللي معانا النهارده كندوز، ومعانا طبعا البصل والثوم ده اساسي، والكزبره الناشفه والكزبره الخضراء لان عايز اعمل طشه حلوه قوي على فكره، والملح والفلفل والبهارات وورق لورو. دي المقادير، وارض فلفل حامي، وده اختياري برضو حسب الرغبه، اذا جوزك بيحب الحار، ولكن لازم تاخدي راي افراد الاسره. جوزك بيحب الحار على عيننا وعلى راسنا، بس لازم برضو عندك ضيوف، عندك حماتك، عندك ماما، لازم تقولي لها انا هحط فلفل حار في الباميه، بتحبيها يا ماما؟ اهلا وسهلا. مش بتحبيها يبقى بلاشها. معانا الحله بتاعتنا بوكيه جرنيه كده حلو، ميه بتغلي على النار، بنحط فيها جزر مع كرفس مع بصل مع ورق لورو عشان ناخد شويه شوربه حلوين. نهتم بالشوربه بتاعت الباميه. انا بقى عايز حته اللحمه كده تستوي الاول قبل كل حاجه، لان انا بصراحه عايز احمر الباميه في الزيت. يعني ايه مغازي؟ يعني امسك الباميه دي، اخواننا اللبنانيين للامانه او الشوام يعني بيمسكوا الباميه دي تتحمر في قلب الزيت وتتحمص، وبعد كده تخش على الصلصه واللحمه وتبقى في قلب الطاجن سليمه كده، عامله زي الفستق الحلبي. والبعض بيحطها نيه في ني زي الويكه كده، وده برده مطبخ وده مطبخ، بس خلونا النهارده تفاصيل صغيره كده، وهنعملها برده بالطعم المصري. بصلايه ناعمه كده، مش عايز اشوفها مع الباميه. البعض بيضيف للطاجن الباميه بصل كويزات صغيره، البصل الصغير الحلو ده كده بيتسلق مع اللحمه، وبعد كده بناخده نضيفه لطاجن الباميه بيبقى شكله حلو. البعض بيضيف توم سليم مع طاجن الباميه. كل الافكار دي اضافات يعني، ولكن نصيحه مني دايما لما تعملي طاجن باميه تعمليه بطماطم طازه، بلاش معجون الطماطم، ممكن تضيفي معلقه لو الطماطم مش حمرا قوي، بيتفرق في التسبيكه. بصلايه حلوه بالشكل ده كده اهو، بنحطها هنا في قلب الطاسه. اللهم صل على النبي. شفت البصلايه نازله خرزه كلها مقاس واحد، تقطيعه واحده في قلب الزيت كده نحمرهم. السمنه سوري، دي سمنه بلدي. عايز البصلايه تاخد لون مع اللحمه في وقت واحد. اللهم صل على النبي. حته لحمه كندوس حلوه كده ملبسه، وتقولي للجزار حبيبنا عايزه حته لحمه ملبسه عشان اعمل طاجن باميه باللحمه الضاني. ربنا يوعدك بزياره النبي يا حاج يا راجل يا طيب، يوم الراجل يهتم بالقطعيه. ونسيب البصل على النار مع اللحمه يستووا مع بعض. اللهم صل على النبي. زي الفل. واللحمه على فكره على حسب كميه، على حسب عدد افراد الاسره، ده اختياري يعني. بيسالوني دلوقتي في الكنترول ينفع نعمل طاجن باميه باللحمه بالشوربه بس؟ ينفع؟ مش هيقول لا. عندك شوربه لحمه، شوربه فراخ، مش هتقول لا. خلي بالك الويكه والباميه قيمتها الغذائيه عاليه جدا. اولا بتعالج مشاكل الامساك، اللي عنده امساك ياكل من الباميه دي، ويا سلام لو اكلها ويكه من الصعيد الجميل، اخواننا في اسوان والاقصر مشهورين بيها، ولها مفراك كده خاص بيها يعني. شفت البصلايه خدت لون ازاي؟ مع اللحمه نحطها على النار الشديده دي كده زي الفل. ده موضوع اللحمه. نيجي للباميه الحلوه بتاعتنا. بصراحه دي مش طازه يعني، مش جايه واحنا قمعناها، دي مجمده، ولكن نصيحتي لحضرتك يا ست الكل يا امي يا خالتي، لما تيجي تشتري الباميه المجمده تحط في الاعتبار لازم الكيس يكون مفروض يعني، ما تشتريش الباميه من قلب الكيس المجمد، تبقى الكيس كله كتله واحده. ليه يا عم الشيف؟ لانه وارد ان الفريزر بتاع الراجل الطيب بتاع السوبر ماركت
فصلت الكهرباء بتاعته، فالبامية فكت فعجنت فنزلت المية فبقت كتلة واحدة. فيفضل لما تشتري ملوخية تبقى كتلة واحدة، بامية تبقى مخرزة جوه الكيس، بسلة مخرزة جوه الكيس، يعني تحس ان الكيس كده جواه ايه، يعني حاجات كده مع بعضيها غير ما تكون كتلة واحدة. دي الفكرة اللي انا عايز اوصلها لحضراتكم. البامية معانا زي الفل اهيت، انا حابب ان انا احمرها في الزيت وحمصها كده شوية عشان تبقى شخصيتها قوية مع حتة اللحمة الحلوة الملبسة. باخد البامية بحمرها في الزيت كده. الله، دي جديدة يا شيف دي. سمعين الصوت اللي يجوع ده؟ طب ما عنديش قلاية زي اللي عندك يا شيف، اعمل ايه؟ في شوية زيت على النار. دي تركاية يعني، ممكن انت ما تحمرهاش عادي يعني، مفيش اي مشكلة. لو البامية صغيرة مش لازم تحمريها، بس هي لما تكون كبيرة بالشكل ده كده انا بحمرها علشان تتحمص، بعد كده تنزل على اللحمة والصلصة بتاعتها تلاقيها قوية، حتة اللحمة وشوية البامية او فص البامية بيتنافسوا في قلب الطبق. هنسيبها في قلب الزيت كده، وناخد اللحمة بتاعتنا نحط عليها القرن الفلفل ده كده، حلو. الله، فص توم حلو، ونسيب اللحمة يا عم الشيف تستوي بقى براحتها. نستعين بالبوكيه جارني بتاعنا، حلو قوي. ايه الاخبار؟ الله، هو ده. شفت حته اللحمه خلاص استوت، اهم حاجه تنزل مع بصلايه وتقلبي كده من غير توابل خالص، ما تحطيش توابل دلوقتي خالص. الله، زي ما هي كده الشوربه بتاعتنا جاهزه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا، شفتي؟ ميزه انك تحطي بوكيه جرنيه على النار او ميه بتغلى على النار او شوربه بتغلى على النار، كله يغلي في وقت واحد. هنسيب دي تغلي اللحمه من غير طماطم زي ما هي كده، من غير طماطم، لانك لو حطيت عصير طماطم دلوقتي هيعرقل عمليه السوى. يعني ايه عرقل عمليه؟ يعني هياخر لك عمليه السوى، حته اللحمه تاخد وقت كبير في السوى. ليه يا عم الشيف؟ لان الطماطم هتقفل مسام اللحم. لازم نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. انا مع مبدا نحط ايه على ايه عشان في الاخر يدينا ايه، برضه ما فهمناش حاجه. ليه الشيف ما حطش طماطم دلوقتي؟ عشان لو حطيت طماطم او معجون طماطم او صلصه طماطم هتقفل لي مسام حته اللحم. انا عايزها تستوي كده مع البصلايه والتومه وتاخد الطعم كده، وبعد شويه هنحط البهارات ونغطيها. حلو الكلام كده، اللحمه خلاص على النار. عايز تشوف الباميه؟ انا عارف، ما تقلقش يا غالي، ما تقلقش. بص على الحلاوه، بص على الشقاوه، بص على الباميه، بقت فوزد وحلب. انت عايز تشوف؟ شكلها حلو. ده اهو، لسه بص لسه انا عايزها تتحمص زي الفوزدو، تشوفها في قلب الطاجن تعتبرها فوزدو حلبي او لوزه. تعالوا مع بعض تشوف اخبار اللحمه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ هو ده، لحمه سبكت استوت. شيل دول من هنا، مش عايزينهم بقى خلاص. اللهم صل على النبي. مهم جدا نشوف بقى اللحمه اخبارها ايه والباميه اخبارها ايه. الله، شويه لحمه حكايه، ريحه التوم والبصله. ننزل بالبهارات بتاعتنا بقى. بهاراتك ايه يا عم الشيف؟ شويه بابريكا، شويه كمون صغيرين كده، الفلفل والملح بتاعنا. حلو الكلام، والفلفل الاسود هنا له دور كبير جدا. حلو، الكزبره الناشفه هنحطها بعدين مع الطشه. نقلب كده، ننزل بصوص الطماطم الحلو بتاعنا. الله، حكايه اهو، وعلى نار شديده ونقلب. لسه ما جاش دور الباميه، خلي بالك تسبيكه هنا بقى، اهم حاجه تامني ان اللحمه في طريقها اللي هي تستوي خلاص. معلقه سكر يا عم الشيف على الطماطم عشان مشاكل الحموضه ومشاكل ارتجاع المريء.
ونسيبها على النار تاخد غلوه. حلو الكلام؟ طيب الباميه اخبار ايه؟ لسه اهي. نجيب الطاجن بتاعنا، اللهم صل على النبي، ده الطاجن الفخار الجميل الحلو. يعني احنا عارفين وطلعنا واتولدنا لقينا الباميه وام علي في طاجن فخار. دلوقتي طوروها بتتحط في بايركس ازاز، بس هي تبقى في الفخار احسن. والطبخ يا اخوانا في الفخار له طعم تاني وله مذاق تاني، خلوا بالكم. ناخد الباميه الحلوه دي كده، قصدي الفستق الحلبي. ايه الاخبار؟ زي الفل كده. هنسيب الباميه كده في قلب الطاجن على اللحمه بتاعتنا ما تاخد غلوه على النار. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. المطبخ المصري له عنوان، لما نقول طاجن يبقى طاجن فخار. طواجن الفخار عند بياع الفخار بتختلف الاشكال والالوان، بيلاقي بقى نصه احمر نصه برتقاني وهكذا. الحاجات دي حلوه على فكره، بتعجبني قوي، ليه بتدي كده جمال على السفره. تعالوا نشوفوا الباميه اخبارها ايه مع الطماطم، وصلت لفين، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، هو ده. تعالوا نعمل طشه الباميه دي كده. الباميه خدت شغل كتير النهارده على فكره. معلقه سمنه حلوه، نكمل موضوع الطشه. تومه حلوه كده كانك بتعملي طشه فته، والتومه بتحمر، ننزل بشويه كزبره ناشفه. يا ويلي يا ويلي على الطعم والريحه. لو حد طلع على السلم دلوقتي في العماره هيعرف، يقول لك يا باميه لا بقتش بقتش ده ملوخيه، طالما حطيت الكزبره الخضراء دي كده بقت باميه. الله شايفه كده. زي ما بنقلب كده، كزبره خضراء كزبره ناشفه. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ شويه شوربه حلوين كده. الله يا ويلي يا ويلي يا ويلي، هو ده هو ده هو ده هو ده. هزه يلا هنا. الله دي اللحمه، الباميه الحلوه، اللهم صل على النبي. دي الباميه مستنيه العروسه الحلوه في قلب الكسروله. شفتي دي جديده يا شيف، الطريقه دي جديده ما شفتهاش قبل كده. هنعرف الباميه تاخد غلوه مع اللحمه والجو اللي احنا عارفينه. اصبر على رزقك، موضوع هنا كبير. قلب بقى كده، شفت الحلاوه دي؟ باميه درجه حراره الفرن عند 180. اوبا ده في هنا كب كيك في الفرن. قول لي بقى هتجيب ايه بقى، هتجيب الباميه في الطاجن ولا هتجيب الكب كيك اللي هفتح عليه دلوقتي؟ قول لي ولا تخبيش يا زين. شفت الطشه عامله قلبان في قلب الطاجن؟ شفت فص الباميه عامل ازاي؟ انسى الباميه، اللحمه هتستوي وتتهري والباميه لسه بشخصيتها. شفت الجو ده كده؟ نيه. ايه رايك افتح لك الفرن تشوف الجمال اللي فيه وتصلي على الحبيب؟ طاجن باميه باللحمه الضاني اول مره اشوفه. لا ده عايز تركايه كده، عايزني ادلعه. معايا سلايز من الطماطم وقرن فلفل حار لان جوزي بيحب الحار، احطه له كده يسمي بسم الله عليه. حلو الكلام؟ واخد الطماطمايه الحلوه دي كده معايا. الله شريحتين ثلاثه، يعني هم ثلاثه حلوين، خلي الاثنين التانيين تعملهم سلطه. رشه كمون على الطماطم الحلوه دي كده على الوش كده وندخلها الفرن. الطاجن ده يعني عايز اقول لكم خبره السنين فيه. بص عليه في الفرن، بص على الحلاوه والشقاوه. حلو الكلام؟ فخاره لازم. حلو، تعالوا نغرف الكب كيك مع بعض، بس خليه يبرد شويه لما نعمل المكرونه عشان المكرونه فيها شويه شغل. خليه يبرد كده. اي حلويات تعملي، سبوسه بتعملي، كنافه، كب كيك، بلح الشام، الحلويات اللي فيها معجنات دي لازم تاخد وقتها شويه على النار. عدل الباميه اللي في الفرن، الطاجن بيتكلم مصري في الفرن بخبره مصريه طهويه. عدلوا شويه رز بالشعريه للامانه ويتغرفوا بالشكل الحلو ده كده. عدل طاجن الباميه ده شويه رز بالشعريه، ده اساسي. ليه يا عم الشيف؟ يعني باميه ملوخيه يعني رز بشعريه على طول وانت مغمضه. قرن الفلفل الحلو ده كده زي الفل.
الحاجات دي بتلفت على السفره، تلفت الانظار. حلو الكلام. طاجن الباميه باللحمه معانا وقت قد ايه؟ قولوا لي، لان الطاجن ده عايز طايم شويه، حابين نطلعه نطلعه. حاضر، نسمع الكلام. احنا طايم نطلع الطاجن. والله عايز اتخليه في الفرن شويه تسبيكه. اهلا وسهلا. كوستاليتا، اهلا وسهلا. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ صلى على الحبيب قلبك يطيب. عينيا ودعه قبل ما يطلع. حلو. ايه الحلاوه دي؟ هو ده، هو ده. يا اللهم صل على، لا الباميه مستويه، ده الباميه مستويه من قبل ما تخش على اللحمه، خلي بالك. باميه مستويه قبل ما تخش على اللحمه. طبعا تحضير السفره مهم جدا بالتنسيق اللي حضراتكم شايفينه ده، العالي دايما ورا كده عشان الامامي يظهر، ولكن هنا الرز بالشعريه هو سيد السفره. هتقولي لي بقى طاجن باميه من غير رز بالشعريه ما يتاكلش. رز ابيض مفيش مشكله، بس انا عملت رز بالشعريه لان كان معانا امبارح رز ابيض. وعملنا طاجن شويه مكرونه بالوايت صوص، لان انا عندي الاطفال هيعترضوا على الباميه. مش عايزين باميه يا ماما، عايزين مكرونه. الرز بالشعريه ممكن ياكلوه كده، ولكن هنحل بالكب كيك بالفراوله الجميله الحلوه. ولكن عايزك توصلي للاعماق، فراولة من تحت طعمها لطيف جدا وجميل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير، والطعم جديد. بنشوف كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ناس بيرو.